أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الحلقة من تحت الضوء، والتي نسلط فيها الضوء على المصطلح الذي ظهر في 2016 تقريبا، لكنه لم يأخذ حظه من الذيوع والانتشار إلا مؤخرا. مصطلح الفيمتك أو التكنولوجيا النسائية، كثير من الناس ربما يسمع بذلك للمرة الأولى ويتبادر إلى أذهانهم ما الذي نقصده بالتكنولوجيا النسائية. يعني هل هي التكنولوجيا الخاصة بالمرأة، أم هي التكنولوجيا التي تطلع بها المرأة، إلى ما ذلك من هذه التفاصيل التي سنحاول في هذه الجولة أن نقف على كل ملابساتها. أرحب بضيوفي وضيفتي هنا في الاستوديو، السيدة صوفي سميث المؤسسة والرئيسة التنفيذية في نبتة هيلث، ومعي من سان فرانسيسكو السيدة كيت باتس وهي مديرة فيم تك. أهلا وسهلا بكما ضيفتي الكريمات، وأبدأ بضيفتي هنا في الاستوديو السيدة صوفي سميث. سيدة صوفي أهلا وسهلا بك معنا في هذا اللقاء. دعينا نبين أكثر للمشاهدين عن هذا المفهوم وهذا المصطلح فيم تك، يعني هل هو دخول المرأة في عالم التكنولوجيا أم هي فقط خدمات خاصة بالمرأة؟ فيما يتعلق بفيمتك يرتبط بالتحرير وأن يكون هنا، وقد عاد إلى عام 2016 وهي كلو، وهي أول تطبيق للموبايل والتي تتعلق بتكنولوجيا الرعاية الصحية للمرأة، والتي بنيت لأن يكون هناك نتائج صحية أفضل للنساء. ليست مؤسسة من قبل نساء بالضرورة أو تقديم الخدمات للنساء بالضرورة، ولكن تركز على الرعاية الصحية للنساء النساء وتحسين نتائجها. جيد، يعني أشكر لك هذا التوصيف، واسمح لي أن أنتقل إلى سان فرانسيسكو سيدة كيت باتس وهي مديرة فيمتك. أهلا وسهلا بك معنا، ويبدو أن مصطلح الفيمتك أخذ حظه من الانتشار الآن، والآفاق حتى على المستوى النقدي والمالي هي كبيرة ومستهدفات كبيرة. هل بالضرورة أن يكون وراء شركات الفيمتك نساء؟ أعتقد أنه من المهم أنه أخيرا منذ عام 2014 كما ذكرت زميلتي أن يكون هناك تركيز على تكنولوجيا النساء. إن تعريفنا كان أوسع نطاقا فيما يتعلق بالتحليلات، فأنا المؤسسة وصاحبة الشركة، لدينا برامجيات وأجهزة وبعض الأجهزة الأخرى، وأيضا العلاجات الدوائية التي تحسس ذلك بالنسبة للنساء. ومن الواضح أنه منذ عام 2014 شهدنا زيادة في التمويل، لا سيما بحلول عام 2022 شركات الفيمتك وفرت أو جمعت 19.7 مليار دولار كتمويل، وهذا يسجل 35% كزيادة سنوية، ولكن لدينا المزيد من الأعمال للقيام بها. سيدة صوفي، يعني لا شك في أنها خطوة رائدة وكبيرة، إذا أخذنا في الاعتبار أن النساء يتقاسمن العدد في الكرة الأرضية على أكثر من 3 مليارات، وبالتالي هم نصف عدد سكان العالم، وهذه نسبة مهولة، والنساء أيضا يحظين بأنهم هم من يقودن النمو بشكل كبير في العالم وما إلى ذلك، وهناك الصحة الإنجابية أيضا، المرأة يعني على مدار 9 أشهر تخوض هذه التجارب، تجارب الأمومة إلى ما ذلك، كل ذلك يحتاج إلى متابعة ورعاية. سؤالي، المستفيد من هذه الخدمات بهذه الشكل التكنولوجي، هل هم النساء اللائي لهن علاقة بالتكنولوجيا؟ ماذا عن النساء في الأرياف وفي المناطق البعيدة عن هذه الخدمات، هل هن في البال؟ هذا سؤال مهم للغاية. في الواقع النساء من الأسواق الناشئة ومن الأجزاء البعيدة مثل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والذين كانوا مستثنيين من العلاجات ومن الأدوية وما إلى ذلك. إذا ما نظرنا إلى تاريخ المحاولات الإكلينيكية، النساء كانت مستبعدات منذ عام 1900
84. إذن هن يواجهن أكثر المشكلات التي تتعلق بالأدوية. وبالنظر إلى التحليلات الإكلينيكية في العالم، 92% في الولايات المتحدة وأوروبا، والباقي 8% تحدث في الشرق الأدنى، و1.9% من النساء، وهي نسبة ضئيلة جدا، من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. إذن السؤال مهم، كيف نصل إلى استخدام الفيمتك بشكل أفضل في خيارات الرعاية الصحية للنساء في المناطق الريفية وفي الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا؟ أشكر لك هذه الإجابة، وأرجو أن تبقي معنا في هذا البرنامج، وأنتم كذلك مشاهدي الكرام. سنعود إليكم بعد فاصل قصير في هذه الجولة، والتكنولوجيا النسائية حاضرة في هذه الحلقة. بعد بكم من جديد، والتكنولوجيا النسائية أو ما يعرف بالفيمتك حاضر في هذه الحلقة. أنتقل مباشرة إلى ضيفتي في سان فرانسيسكو، السيدة كيت باتس، وهي مديرة فيمتك. سيدة كيت، يعني التقديرات تشير إلى أن النساء ينفقن حوالي 500 مليون دولار سنويا، يعني نصف مليار، فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وهذه قوة شرائية معتبرة. ما هي آفاق تطور ونمو شركات التكنولوجيا النسائية في العالم؟ أين وصل ذلك الآن؟ أولا شكرا لدعوتي، أنا يما سعادة أن أكون معكم. وأيضا في ملاحظاتي أود أن أشير إلى آخر ولوجنا للتقرير، والذي أعددناه والذي يغطي الاتجاه العالمي فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا النسائية. إذن لقد ذكرت أن هناك مزيد من التمويل بحوالي 35% سنويا في قطاع التكنولوجيا النسائية. وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية، فإن هناك بعض القطاعات الرائدة هي التمريض والرعاية الإنتاجية وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بالخدمات والمنتجات فهي ترتفع، كما أن هناك أمر آخر، حيث أننا نتحدث عن التوزيع الإقليمي، نتحدث عن عدد الشركات أو عدد المستثمرين. من الواضح أن الاتجاه يشير إلى أن معظم الشركات في شمال أمريكا، لا سيما في الولايات المتحدة، وأيضا الأمر ينطبق على المستثمرين، وهذا متبوع بأوروبا، وأيضا فيما يتعلق بالمستثمرين في آسيا أيضا. إذا ما أخذنا الشركات الكبرى ذات الإيرادات الكبيرة، معظم الشركات لديها إيرادات بين 100 ألف دولار ومليار دولار، وتتبعها الشركات بين 10 و50 مليون دولار. إذا فيما يتعلق بالتمويل،
خلال عام 2022 وجدنا أن هناك 30% من التمويل مدبوع بالمجموعات الكبيرة من التمويل. لا أود أن أتحدث عن الوقت أو أنا أدعو إلى الجميع للنظر إلى التقرير في فامتك والذي يتعلق بهذا الأمر. جيد، أنتقل إلى ضيفتي هنا في الاستوديو سيدة صوفي سميث، المؤسسة والرئيسة التنفيذية في نبتة هيلث. سيدة صوفي، يعني أنت تعلمي أن التكنولوجيا النسائية تستهدف الرعاية الصحية من الدرجة الأولى. إلى أي مدى وجود امرأة على رأس هذه الشركات يوفر ربما خصوصية أكثر ومعرفة أدق لهذه التفاصيل، وبالتالي من المفترض يعني أن تكون هذه الشركات يعني وهو الأفضل هي نسائية حتى من حيث الإدارة؟ management as well. So again, it's a very interesting question. هذا مثير للاهتمام. أنا أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية إذا كنت امرأة وتدير شركة تكنولوجيا نسائية، لديك طبعا حلول مهمة حيث أنك عشت الخبرة. على الأرجح لديك طفل في مرحلة من حياتك، إذا أنت مستعد لسد الفجوات. وفي الرعاية الصحية، لا أعتقد أنه من الضروري لشركات تكنولوجيا نسائية أن تكون مؤسسة من النساء فقط، ولكن من المهم أن نرى أن يكون هناك شركاء من الرجال مشاركين في هذا القطاع الثوري. ما ليس لدى الرجل كتجربة، أعتقد أن لديه تجربة أن يكون لديه أخت أو أم أو ابنة، أعتقد أنه يمكن أن يساعد في هذا القطاع. بالنسبة للتكنولوجيا النسائية، هي قطاع مثير للاهتمام. العمل هنا في الشرق الأوسط كان يجعل لدينا الكثير من الفجوات التي نسدها، وهذا حلم كل شركة تحلم به كل شركة، وأن تكون في المقدمة وأن تقوم بتحديد السوق، ولا سيما فيما يتعلق بالسوق التكنولوجية. وأعتقد كلما كان هناك المزيد من الأشخاص، أي المزيد من الأشخاص من أي شخص أي من أي جنس، نحن نحتاج إلى المزيد من القادة من الرجال ومن النساء، وأن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الرعاية الصحية للنساء. هذه المساحة ستكون ممتازة، وأعتقد أننا سنبدأ في أن نرى نتائج مختلفة بالنسبة للنساء عندما يكون ذلك بالتعاون بين الرجل والمرأة. سيدة كيت باتس، مديرة فيمتك في سان فرانسيسكو، البعض يعني يرى أن حصر هذا المصطلح فيمتك بهذه الكيفية ربما يحرمه من فرص استثمار أكبر، ويعتبر هذه واحدة من التحديات التي تواجه هذه الصناعة بهذا التخصيص. هل تتفقي مع وجهة النظر هذه أم أن لك وجهة نظر أخرى؟ فيما يتعلق بالتكنولوجيا النسائية، لدينا بعض القطاعات الفرعية والتي يمكن أن تكون مهمة، ولكن لدينا أمثلة من الواضح أن هناك بعض القطاعات التقليدية مثل التمريض والصحة الإنجابية وكل وما بعد سن الأربعين، وبعض القطاعات الأخرى التي نتحدث عنها مثل الرفاهة الجنسية والرفاهة العقلية والرفاهة بصفة عامة والكثير من القطاعات. إذن كما ذكرت بشكل صحيح، النساء يشكلن نصف سكان العالم، وهذا نصف القطاع أو السوق، ونرى نمو فيما يتعلق بالتكنولوجيا النسائية بصفة عامة، وأعتقد هذا سيستمر فيما يتعلق بحجم السوق وفي التمويل. وأعتقد أن الكثير من الأمور تحدث، وذلك بسبب وجهة النظر فيما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء والتركيز على هذا الموضوع، ولكن طبعا ينبغي وأن نقوم بالمزيد. نعم، سيدة صوفي سميث، يعني توقعات نمو سوق الفيم تك بنسب 13% إلى 15% في كل عام، وهذا يتيح مزيد من الحركة، لكن لا شك في أن هناك ثمة لا نقول عراقيل، دعينا نسميها تحديات تواجه هذه التجربة. ما هي أكثر هذه التحديات الآن التي تواجه صناعة الفينتك؟
أعتقد أنه فيما يتعلق بالنمو في أي قطاع فإن العرقلة الوحيدة تتعلق بالتمويل. نحن نتوقع أن يكون هناك نمو بـ 13 إلى 15% سنويا، وهذا أكثر من معدلات النمو في النظام البيئي للرعاية الصحية في العالم. الرعاية الصحية تنمو بـ 10% في الولايات المتحدة مقارنة بالنمو السنوي، وأعتقد أن الأمر يتعلق برأس المال. كيف يمكننا أن نسرع نمو التكنولوجيا النسائية في الشرق الأوسط وأن يكون هناك انفجار، وذلك من خلال تحديد كمجموعة من المجتمع؟ من الضروري أن يكون لدينا فرصة ليس فقط في التأثير ولكن في الإيرادات، وأن يكون هناك رؤوس أموال حتى يكون هناك زيادة لهذا النمو. سيدة كيت باتس، يعني في سان فرانسيسكو، إلى أي مدى تعتقدي بأن الفيمتك هو بمعزل عن الرعاية الصحية بمفهومها الأشمل؟ يعني ما هي خصوصيته؟ أعتقد أن ما هو خاص جدا أن الرعاية الصحية للنساء محددة بالغاية ولا تتعلق فقط بالصحة الإنجابية والرضاعة وما إلى ذلك كما ذكرت، ولكن أعتقد أن من المهم أيضا أن يكون هناك اهتمام أكبر وملائم. يمكنني أن أقول أنه فيما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجيا النسائية أمامها الكثير. نرى أن هذا قطاع ينمو بسرعة، ولكن لا أعتقد أن السرعة حتى الآن بالسرعة التي نرغب في أن نراها. ضيفتي هنا في الاستوديو سيدة صوفي سميث، أود أن أتحدث عن أكثر ربما الجوانب والأنشطة الأكثر حضورا فيما يتعلق بالفيمتك وتتعاطى معها المرأة بشكل كبير. أعتقد أننا شهدنا تغييرات مهمة جدا خلال 7 أو 8 سنوات الماضية إلى عام 2016. معظم الحلول الخاصة بتكنولوجيا نسائية مثل مثلا التطبيقات التي تقوم باتباع مثلا الدورة الشهرية للمرأة فقد زادت، وأعتقد أن نطاق الحلول المتاحة للنساء أصبحت واسعة النطاق، من الأجهزة الطبية مثل التي يمكن أن تقوم باتباع مثلا سرطان الرحم مثلا، وأيضا التي تقوم بأدوات تشخيصية. نرى الكثير من المنصات التي تلعب دورا كبيرا. أصبح هناك محاولة لتغيير الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية الصحية للنساء والأليات المرتبطة بذلك. إذا تحدثت بشكل خاص عن الشرق الأوسط فإننا سنرى أن هناك شركات مؤسسة في مجالات ثلاثة فيما يتعلق بالولوج إلى التعليم ونتائجه. نرى أن هناك مثلا هناك أيضا منصات للنساء في مصر، هناك شركات في دولة الإمارات مثل لزوم والتي لديها نشاط كبير فيما يتعلق بالمنتجات التي تتعلق بالدورة الشهرية للنساء، وهناك أيضا تسريع للتشخيص وأيضا علاج الأمراض المزمنة للمرأة. إذا أعتقد هناك الكثير من المنصات، وهناك أيضا الكثير من المجالات التي تركز على النساء والتي تنمو، وأيضا الفترة التي تتعلق بفترة ما بعد 40 للنساء، وهناك الكثير من الأبحاث في الكثير من القطاعات. حتى وإذا ما فكرنا في كلمة الفترة ما بعد 40 للنساء، علينا أن نقوم بإعادة تصنيف هذا على أنه ليس بسن اليأس ولكن سن الأمل. جيد. سيدة كيت باتس، يعني أنت تعلم أن هناك كثير من التخصصات في العالم أو الأنشطة أو القطاعات يعني الظاهر للعيان أن لها علاقة مباشرة بالمرأة. نتحدث عن الأزياء، نتحدث عن الطبخ، نتحدث عن الموضة إلى ما ذلك. هل تتوقع أيضا يعني لا أقول تعدي رجالي ولكن دخول من الرجال في هذا القطاع تحديدا بشكل كبير، وإلى أي مدى ترحبون بذلك؟ أود أن أوضح، هل تعني الرجال كمستثمرين أم مؤسسي الشركات؟ نعم، كفاعلين مؤسسين لهذه الشركات.
في الواقع لا يوجد الكثير من المؤسسين من النساء في هذا القطاع. كما ذكرت صوفي، فإن الرجال ربما سيكون ليس لديهم بعض المعارف المخصوصة فيما يتعلق بهذه الصحة النسائية، ولكن أيضا مقارنة بما نتحدث عنه فإن التمويل يختلف. الرجال نشطين في هذا القطاع سواء كمستثمرين أو كمؤسسين للشركات، ولكن أعتقد أن هذا القطاع عليه أن ينمو أكثر من ذلك. ولدينا الكثير من المؤسسات من النساء، ونرى اتجاه لأن يكون هناك تأسيس من قبل النساء والذين التي ترغبن في التركيز على التكنولوجيا النسائية، ولكن الرجال غير مستثنين من هذا القطاع والجميع مرحب به. جيد، أنا أشكرك وأتمنى لكن التوفيق. والنساء شقائق الرجال، ما أريد أترجمها لك كيف، لكن يعني على كل، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفتنا في الاستديو السيدة صوفي سميث، مؤسسة ورئيسة تنفيذية في نبتا هيلث، ومن سان فرانسيسكو سيدة كيت باتس وهي مديرة في الفيمتك. شكرا جزيلا لكن. وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. التكنولوجيا النسائية والمرأة بثقلها في هذا القطاع الحيوي والهام. إلى اللقاء.